مثلا العبوة اللي انا اديته منها مكتوب فيها فترة السحم مثلا 10 ايام، فلازم الخروف ده ما يتذبحش لمدة 10 ايام، بعد 10 ايام اقدر انا اذبحه. تمام كده. سواء بقى في العلاجات كلها، سواء بقى يعني تجريح الديدان، سواء مضاد حيوي، سواء اي حاجة تخص الغنم في العلاجات البيطرية، الخروف لازم يقعد فترة السحب قبل ما يتذبح. طيب ليه انا بقول الكلام دوت؟ عشان ده عن تجربة، عشان ده عن تجربة مع ناس انا اعرفها. لو حضرتك حقنت الخروف مضاد حيوي هتيجي تذبحه تاني يوم، لو ما استنيتش فترة السحب هتلاقي طعم اللحم متغير، ودي حاجة انا واثق منها في اليوم 100، هتلاقي طعم العلاج متغير. عفوا، هتلاقي طعم اللحمة متغير.